الفريق الحكومي جاوب على المادة هذه بلا، اعتبر أنه ما ثماش حاجة في القانون التونسي تنظم الرشوة في القطاع الخاص. لفهم المادة هذه رأى اللي أحسن وسيلة هي مقارنتها بالمادة 15 من نفس الاتفاقية، المادة 15 اللي هي متعلقة بالرشوة في القطاع العام، لأنه هذاك النص الأساسي الأصلي اللي نفهم به أركان جريمة الرشوة و وسائل إثباتها وغيره. بمقارنة المادتين الاثنتين لاحظوا اللي ثم بعض الفوارق. اللوساتور هي نفسها تقريبا، نعرفوا شنية بالضبط عملية الرشوة كيفاش تتم العملية، ولكن الفوارق بينتهم بين المادتين، أولا الفارق الأول هو المتعلق بصبغة المادة. المادة 15 ملزمة، الاتفاقية تقول لك تعتمد كل دولة، أي أنه وضعية الاتفاقية يعتبروا أنه جريمة الرشوة في القطاع العام حاجة ما فيهاش نقاش، في كل دولة في الدول العالم يجب أن يقع تجريمها، على خلاف المادة 21 اللي اعتمدت لفظة تنظر كل دولة. كل دولة ربما يكون عندها خلفياتها ومنطقها وغيره، فربما هناك دول لن تجرم الرشوة في القطاع الخاص. هذا الفرق الأول. بالنسبة للفرق الثاني يتعلق بطبيعة النشاط الممارس. بالنسبة للمادة 15 أي الرشوة في القطاع العام، المادة ما يهمهاش شنية نشاط الموظف، بالنسبة لها كل رشوة في إطار العمل متاعه هي رشوة، على خلاف المادة 21 اللي تقصر جريمة الرشوة في القطاع الخاص بمزاولة أنشطة اقتصادية ومالية وتجارية، أي أنه يشترط في جريمة الرشوة في القطاع الخاص أنها تكون عندها علاقة بمجال اقتصادي أو مالي أو تجاري. ما نجموش نحكيه على الرشوة في القطاع الخاص في حاجات مثلا متعلقة بالثقافة أو بالفكر أو ما عارفش حاجات أخرى. عفوا. الإشكال الآن أنه في البداية كان موقفنا متشابه مع موقف الفريق الحكومي، على أساس أنه مبدئيا ما ثماش حاجة في القانون التونسي تجرم أعمال أو حالات من حالات الرشوة في القطاع الخاص، لكن بعد البحث والتمحيص وبالاستعانة أيضا بزملاء آخرين دخلنا الشك شوية، وقلنا ربما هناك بعض النصوص ولئن كانت قليلة ومش واضحة 100%، لأنه قد تحيل إلى أنه كان بالإمكان الجواب بنعم لكن مش بلا. ولقينا ثلاثة فصول، وقد تكون هناك فصول أخرى ولكن احنا هذا اللي لقيناه. الفصول هذه، أولاً الفصل 55 من القانون عدد 104 لسنة 94، هذا القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والرياضة عام 94. في الفصل هذا تم فيه تجريم عملية الرشوة في القطاع الرياضي، اللاعب أو المسير أو الحكم أو المدرب اللي يعمد إلى التلاعب بالنتائج مقابل طبعاً بمقابل مالي أو كمزية، الفصل هذا يجرم الفعل هذه ويعاقبها بالسجن. صار نقاش هل هنها تدخل الرياضة في مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية أو لا. هناك من يرى بأنه ليست نشاطاً اقتصادياً، وهناك من يرى العكس، ولكل طبعا موقفه. شخصيا راى انه هي نشاط اقتصادي ثابت فيه عده معاملات ماليه وتجاريه. البارح بركة شفت في التلفزه برنامج في قناه فرنسي فرانس تي في 5 تي في 5، برنامج يحكي على الفساد في القطاع الرياضي، وعالم معناه رهيب. ثم اليوم ثم صناديق استثماريه تملك لاعبين، فبالتالي هو نشاط اقتصادي بار اكسيلونس. النص الثاني اللي ربما ايضا يحيل الى امكانيه تجريم القانون التونسي للرشوه في القطاع الخاص هو الفصل 27 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحريه الصحافه والطباعة والنشر. المرسوم هذا مشهور ربما لاشياء اخرى، لان الصحفيين ديما يطالبوا بتفعيله، انما فيه ايضا النقطه هذه اللي هي تجريم التاثير على أصحاب المؤسسات الإعلامية أو المحررين لتغيير خطهم التحريري، وهذا طبعا بمقابل
كيف كيف نفس النقاش ندخل نحكيه على نشاط اقتصادي أو لا. الصحافة أيضا هي نشاط اقتصادي، هناك مؤسسات اقتصادية تملك الصحف وتملك قنوات إعلامية وتحقق في الإشهار وتدخل في الفلوس وتبيع في برامجها، وبالتالي أنه نحاول نغير خط تحريري. مثلا نجم نفترض أنه صحيفة تقرر أنها تعمل حملة ضد مؤسسة معينة لكي تأثر عليها اقتصادي، هذا يدخل في الباب. هذا الفصل الأخير اللي نقر بأنه مبدئيا ما يدخلش في باب الرشوة في القطاع الخاص، ولكن حابين نذكره علاش؟ لأنه نرى اللي هو فيه ربما حتى تجاوز لمنطوق المادة 21 التي اشترطت مزاولة النشاط الاقتصادي والتجاري، اللي هو الفصل 76 من المرسوم عدد 35 سنة 2011 اللي هو يتعلق بالدعوة لانتخابات المجلس التأسيسي. الفصل هذا يجرم عملية الإرشاء أو التأثير على الناخبين لتغيير أصواتهم، ويعتبروا إرشاء ويعاقبوا بالسجن. طبعا الانتخاب مبدئيا ما عنده حتى علاقة بالاقتصاد، ولكن حبينا فقط الإشارة إليه لقول بأنه الإرشاء في القطاع الخاص يمكنه أيضا أن يتجاوز البعد الاقتصادي. هذا في المجمل ما يمكن القول بالنسبة للمادة 15 عفوا 21، ونحن على ذمتكم إذا هناك أسئلة. شكرا.